عملاق الصناعات العسكرية في السعودية سامي أعلنت توقيع اتفاق شراكة استراتيجية مع شركة بوينغ الأمريكية لتلبية احتياجات قطاع الطيران المتنامي في المملكة. الاتفاق يعد أحدث خطوات شركة سامي لتحقيق رؤية 2030، والتي تسعى لتوطين 50% من الصناعات الدفاعية والعسكرية في المملكة بحلول 2030. بعد أن قامت بتزويد أوكرانيا بمنظومة S-300 وأعلنت روسيا تدميرها، سلوفاكيا تعلن التحدي بإرسال طائرات ميج-29 الروسية أيضاً إلى أوكرانيا، فيما يبدو محاولة من سلوفاكيا للتخلص من ترسانتها العسكرية السوفيتية السابقة بعد وعد الولايات المتحدة لها بإحلال هذه الأسلحة بأسلحة أمريكية متطورة. موسكو أكدت أن أي سلاح أوروبي سيصل إلى أوكرانيا سيكون أهدافاً مشروعة للقوات الروسية. تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن بعد إعلان الأخيرة الموافقة على تزويد تايوان بمنظومة باتريوت الدفاعية في صفقة بلغت 95 مليون دولار. الصين طالبت بإلغاء الصفقة واعتبرتها اعتداءً على سيادتها، كما توعد جيشها بالرد على أي اعتداء على سياسة الصين الواحدة. فهل تكون تايوان هي ساحة للحرب الجديدة؟